في تطبيقات يا شباب، تطبيقات السولر من احد التطبيقات المهمه جدا، حاجه بيسموها ستريت لايتنج يوزنج السولار انرجي. الستريت لايتنج اللي هي اعمده الاناره بالطاقه الشمسيه. طبعا اللي عايزك تعرفه ان معظم اعمده الاناره الهاي ماست اللي هي الاعمده الطويله ال 30 متر والكلام ده، معظمها بيبقى حاجه بيسموها صوديوم، تمام، كشافات صوديوم. كشافات صوديوم دي في منها نوعين، في لو بريشر صوديوم وهاي بريشر صوديوم. الحته بتاعت الاناره دي مرتبطه قوي بالكورس بتاع الباور سيستم ديستريبيوشن، بدي فيه الاناره بالتفصيل. في الباور بتاعت الكشافات بتعتمد على نوع اللمبه اللي مصنوع منها الكشاف. الكشافات اللي بستخدمها في الاناره اللي انت بتشوفها في الطرق السريعه، زي انا مثلا في الرياض طريق الملك مثلا عبد الله مثلا، تمام، هتلاقي عليه اعمده بيسموها هاي ماست. العمود ده 35 متر، ده دايما مصنوع من حاجه بيسموها هاي بريشر صوديوم. ده ميزته انه ليه القدره على الانتشار في الضباب. يعني تلاحظ ان هو ارتفاع 35 متر ده عالي، فعلى بال ما يسقط الضوء بتاع الكشاف بيتشتت. ميزه الصوديوم ان هو بيقعد مركز، ولو في ضباب او في غيوم ولا في حاجه بيقدر الضوء نفسه بينتشر جوه الذرات بتاعه الضباب وبيدي لك اناره تحته. ولذلك يعني ما حدش بيركب تقريبا الكشافات ال 35 متر او الاعمده ال 35 متر دي، ما حدش بيركبها ليد. الليد ما فيهوش الخاصيه بتاعت الصوديوم دي. يعني تلاقي دايما الكشافات بتاعت الاناره اللي هتكلم عنها في تطبيقات اناره الشوارع عمود اخره 9 متر مثلا، لان بركب عليه كشاف ليد، لان ده بيبقى مثلا كل لمبه 1000 واط، وعندك 8 لمبات في العمود، يعني انت عندك 8000 واط. لو انت هنا هتروح تجيب كشاف مثلا المكافئ ليه في الليد ال 1000، هتلاقيها مثلا 300 واط، مش هيبقى له القدره على الانتشار في ال 35 متر. فهم دايما بيستخدموه في الكشافات او في الاعمده عفوا اللي هي ارتفاعاتها صغيره مثلا لحد 9 متر اخر، ودايما بيستخدموه في الكشافات بتبقى 5 متر 6 متر، ده الاستاندرد اللي احنا بنشتغل عليه. فالكشافات اللي موجوده بره في الاماكن في الحاجات العاليه الشوارع الرئيسيه بيسموها هاي بريشر صوديوم. وفي كشافات في الشوارع الفرعيه اللي بتبقى الشارع مثلا حارتين، واحده رايحه واحده جاي بس، تمام، ويبقى الشارع ده شويه بيستخدموا مكانها ايه؟ بيستخدموا مكانها حاجه بيسموها لو بريشر صوديوم او لمبات فلورسنت اللي هي ايه؟ القديمه. طبعا الميتال هالايد ده شباب بيستخدم في اناره الشوارع برضه، وبيستخدم اكتر مش في الشارع، بيستخدم في اناره الملاعب الميتال هالايد. لو انت عندك ملعب استخدم ميتال هالايد. طيب اللمبات في منها طبعا ليد زي ما هو قايل هنا، وفي لمبات الهاي مش عارف بيسموها هاي ديسشارجنج لامب، وفي منها الفلورسنت وفي منها الهاي بريشر صوديوم. ده بيكلمك عن الانواع. احنا بنشتغل في اعمله الاناره بطاقه شمسيه معظمها بتبقى كشاف نفسه ليد. في عندك احتمالين اجابه على سؤالك، في عندك احتمالين، يا اما بتركب راكب فيه كشاف بس الكشاف ده ليد عشان الباور بتاعته صغيره، وراكب ممكن تلاقي عمود راكب عليه لوح، ممكن تلاقي عمود راكب عليه لوحين، ممكن تلاقي عمود راكب عليه 4 الواح. ده اخرنا في الشغل بتاع الاعمده، يعني محدش بيركب اكتر من كده، لان مش هيبقى عمود بعد كده، تمام، وبيدخل معاه بقى ايه سرعه الرياح والاهتزاز والوزن وشويه حاجات كده. فده عمود عادي راكب عليه كشاف كهرباء ليد، تمام. كان ممكن انا اجيب سلك من لوحه كهرباء وادخل السلك ده على كشاف الليد ويشتغل، وهنا بيبقى فيه فتحه تحت اللي بيدخل منها الكهرباء الى الاطراف، تمام، ويحط فيها فيوزات، وبيبقى في جنبيها لوحه بيعمل فيها بريكر يفصل ويشغل عن او يحط الفوتوسيل اللي قال عليها الباشمهندس. احنا دلوقتي عندنا حلين، يا اما نركب الواح مستقله والكشاف ده كشاف عادي. في عندي برضه في الحاله دي يا اما نركب البطاريه فوق، يا اما في ناس تمام يركب البطاريه فوق يبقى جوه العمود نفسه مفيش سلك، لان البطاريه مع التشارجر بتاعها منظم الشحن مع اللوح ويروح داخل بالسلك على الكشاف. انت مالكش ايه؟ مالكش استخدام تحت، انت مش عامل ترانش وحافر ومدد كابلات والليله دي، مفيش. ودي ميزه الناس تستخدم الطاقه الشمسيه. او في ناس تمام موضوع البطاريه بتبقى فوق ده، لان البطاريات بيحصل فيها مشاكل وبتسخن ومش عارف ايه، فيقول لك لا والله انا انزل من الالواح وانزل بسلك واحفر هنا تحت، تمام، حفره كده بيعملوها زي المنهول بتاعنا بتاع الكهرباء ده، وبيحط عليه برضو يعني الغطاء بتاع المناهيل وبيبقى له قفل، تمام، بحيث يحط البطاريه تحت بحيث تبقى درجه الحراره تحت في الارض هنا اقل، تمام، وبيبقى المكان طبعا في اماكن مراقبه بالكاميرات عشان موضوع ان ممكن حد يروح يدخل يفتح المنهول يسرق البطاريه، ودي بتحصل كتير جدا، تمام. فهو ممكن احط اللوح كلوح
وبطاريه عاديه ليد اسيد فوق او البطاريه تحت، وبعد كده طلعوا بقى ببطاريات الليثيوم لان حجمها صغير اللي هي البطاريات بتتحط فوق. الحل الثاني في بطاريات، تمام، بيجي الكشاف نفسه، جسم الكشاف من فوق، يعني شايف الكشاف ده حته من فوق بيبقى راكب جسمه نفسه مركبيه عليه لوح طاقه شمسيه، بس مش لوح، يعني هو زي شيت كده ملزوق عليه زي السين فيلم، فبيسموه اول ان وان. اول ان وان يعني جسم الكشاف من فوق، تمام، واخد طاقه شمسيه، تمام، اللي هو اللوح السل نفسها، وواصل وبيبقى راكب معاه مين؟ راكب معاه متحكم شحن وبطاريه، سواء كان بطاريه ليثيوم صغيره، طبعا بيركب هنا طبعا بطاريه الليثيوم عشان حجمها صغير، تمام، وبس. يبقى كل الشغلانه كلها في جسم الكشاف نفسه، وانت ولا في سلك نازل ولا اي حاجه. ودي برضو كنا شارحينها، هتلاقي هنا برضو لو انت كتبت all in one in one، تمام، سولار، تمام، احنا سميناه ايه، كان اسمه ايه السكشن هنا اهو، إنارة الشارع، سولار ستريت او ستريت لايتنج. انت بص هنا اهو ستريت لايتنج، عشان برضو تتعلم تعمل، تمام، سولار ستريت لايت. في كذا شركة صينية متخصصة في الموضوع، تمام. بس اهو شايف جسم الكشاف نفسه فوق، شايف اهو جسم الكشاف عليه اللوح، جوه الشريحه دي تحت اهو الحتتين دول هما الليد، وجواه بينهم راكب البطاريه والسلك كلهم حته واحده، فبيسموه اول ان وان. ده شكله هو راكب على العمود. زي ما قلنا الحاجات دي كلها بتبقى على ارتفاعات، ما بتنفعش على الالواح الارتفاع، او عفوا الاعمده اللي بتبقى ارتفاعاتها عاليه، تمام، اللي هي بتبقى مثلا 35 متر وهكذا، فبتبقى معظمها حاجات يا اما ديكوريتيف، اعمده ديكوريتيف ديكوريه، تمام، او بتبقى حاجات ارتفاعها 5 متر 6 متر، لانه لازم يستخدم فيها مين؟ يستخدم فيها كشافات من النوع ليد لايت ايميتنج دايود، والليد ميزته ان هو بتبقى الباور بتاعته القدره بتاعته كوات اقل.